أريج فرقة قدرت تجسد من معاناة الحرب رسائل ومعاني إنسانية عبر عرض مسرحي حمل اسم فوبيا. قضية وطن جمعت أعضاء فرقة لامار للفنون المسرحية اللي كان لهم دايما دور فعال مو بس بالأمور الفنية وأيضا كان في لهم أدوار تطوعية. ولنحكي أكثر عن العرض المسرحي فوبيا وشو أهم الفعاليات لفرقة لامار بصيرنا أن نرحب بمحمود الخطابي مدير فرقة لامار للفنون المسرحية والممثلة علياء يوسف. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. يسعد صباحك محمود. رح نبلش معك ومع آخر فعالية وهو العرض المسرحي فوبيا يلي كان بدمشق ضمن مهرجان قلعة دمشق سواعدنا بتجمعنا. خبرنا أكثر عن هالعرض المسرحي وليش حمل هذا العنوان. تمام. عرض فوبيا هو كان بده يوصل رسالة 6 سنين محاولة سيطرة مرض نفسي هو فوبيا. حاولوا انه يسيطر علينا بمرض نفسي هو الفوبيا، فنحن حبينا نعطي رسالة انه الفوبيا ما سيطرت علينا. وصلنا بداية المسرحية انه في مرض بس نهاية المسرحية ما قدر المرض يسيطر علينا. الفوبيا هي مرض نفسي. اي شيء نحن بعد الأزمة 6 سنين صرنا نخاف منه، اي صوت قوي صرنا نفكره قذيفة او اي شيء بدل انه في شيء، في اي شيء صار بال هالأزمة. خوف ورعب تماما كان عند الاشخاص. فنحن اثبتنا انه ما في مرض نفسي بهال6 سنين ما سيطرت علينا الفوبيا. يعني عليا من خلال العروض المسرحيه اللي قدمتيها كنتوا عم تحملوا على عاتقكم يمكن قضيه وطن. اليوم شو الرساله من مسرحيه فوبيا؟ الرساله انه رغم 6 سنين حرب انه الشباب السوري لساته موجود وعم نشتغل وعم نضل نشتغل لنثبت انه الشباب السوري موجود وعم يشتغل على طول ورغم 6 سنين حرب ما وقفنا. يعني نحن رح نتابع مع بعض اجواء من المسرحيه. كانت حاضره زميلتنا نيرمين عمار ورجعت لنا بالماده التاليه. خلينا نتابع مع بعض. رح يشوفوا جميع هموم المواطنين اللي هني كانوا كابتين بظن هاي الازمه واللي الناس ادعت انه هي تمسحت. تمام. بس العالم ما تمسحت وفي شيء دائما مكبوت جواتنا، ونحن كوننا ممثلين فرقه لامار نحن واكبنا هذا الشيء وكل حدا فينا عنده وجعه وحبينا بينه للعالم. دوري بالمسرحيه هو دور الشاب يلي فقد امه خلال هالحرب وخلال هالازمه. المسرحيه بتحكي عن الفوبيا، فوبيا الواقع، فوبيا الخوف يلي عايش جواتنا، الخوف يلي نحن ما عم نحسن نطالعه، الخوف انه عالم صار صابه اوجاع كثيره، صابه امراض كثيره. التمثيل بالذات يعني هو عن حب، يعني مو عن شيء خارجي او هيك. يعني انت بتحبي بتمثلي، انت بتفشي خلقك، يعني بتعطي شخصيه حدا تاني. التجربه كثير حلوه وانا كثير بنبسط لما بمثل، يعني بطلع كل شيء جواتي. كثير مهم نساوي هيك شيء لان حتى نفرجي العالم انه نحن لسه موجودين، لسه في امل، يعني انه سوريا بس رح ترجع مثل قبل واحسن. هو احمد وعمي ما رح يرجع. اخي احمد ما يكذب علي. لا محمود، يعني ما يقارب 23 عمل مسرحي قمت فيه، دائما كنت عم تحكوا عن هم الوطن وايضا معاناه السوريين الحرب اللي مرت عليهم، نفس الوقت كنت عم تحكوا عن الامل الموجود بداخلنا. تمام. 23 عرض نحن اشتغلنا باكثر من مسرح، كان مسرح جامعه، شارع، شاركنا بدار الاوبرا. ال 23 عرض جسدنا اكثر من رساله. وصلنا اكثر من شيء نحن بدنا نأديه عن طريق الخشبه، إن كان وجع الطالب بالجامعة، يوم الطفل، عيد الأم، المعاناة اللي عم يعانيها الطالب بالجامعة،
الفضل الجامعة كمان على طالب الجامعة وصلنا. ما ننسى الشهيد وما ننسى الطابع الوطني اللي هو له فضل علينا كتير، هو الجيش العربي السوري. كمان عملنا فعاليات لجرحى الجيش، تبرع بالدم ولأطفال تلاسيميا وتبرع بالتياب. يعني هي فعاليات تطوعية، رح نتوسع بالحكي عنها محمود للا، لكن حاليا عم نركز عفوا بالبداية على المسرح، يعني على العروض المسرحية اللي هن ضمن 23 عرض مسرحي. قديش رسالتكم كانت ورسالة الممثلين اللي كانوا يشاركوكم عم توصل، حسيتوها من خلال تفاعل الأشخاص معكم؟ كانت رسالة توصل دغري، لأنه متزامنة مع الزمن اللي نحن عم نقديه بيوم الطالب. نحن وصلنا رسالة عن وجع الطالب، فحسينا أن الرسالة وصلت، وهي بترجع للممثل تجسيده للشخصية. فقوة الممثل وتجسيد الحالة اللي هو بدي يوصلها وصلت للمتلقي، فبتوصل الرسالة دغري بحسب الزمن اللي نحن عايشين فيه أو الزمن اللي نحن مارين فيه منأدي الرسالة. كمان مثل ما كنت عم تحكي محمود، يعني في عدد فعاليات شاركتوا فيها، مو بس كان رسالتكم فنية، كمان كان في تطوعية. شو خطر ببالكم أنتم كفرقة للفنون المسرحية يكون كمان لكم مشاركات، يعني تخدم هالوطن وأيضا يكون لكم بصمة على أرض الواقع؟ تماما، هذا واجب علينا. كل حدا فينا مقاتل، كل حدا فينا له مهمة بالبلد. نحن مهمتنا مقاتل على خشبة المسرح، والسلاح تبعنا هي المونولوج اللي بيعطينا اياه المخرج. فهي كانت رسالتنا وهذا كان واجب علينا اكيد. يعني عليا، انت كممثله اليوم كيف كانت مشاركاتك بالعروض المسرحيه؟ قديش من خلال دورك قدرت تجسدي شيء مهم للناس وتعكسي رساله مهمه؟ هلا الممثل بشكل عام اذا ما حس بدوره ما بيأدي بشكل صح. هلا فوبيا، انا دوري كان عن ام لشهيدين. هلا هي قصه حقيقيه، فشي حقيقي وصاير معي، فحسيت فيه، فعن جد حسيت وصل للناس بشكل صح ووصل لاحساسهم صح. هلا هي الام كانت لشهيدين، كانت ناطرتهم انه كل ما ينزلوا من اجازاتهم انه يجوا يشربوا معها متى. فآخر مرة وعدوها وما اجوا، وهي ضلت ناطرة وما اجوا، فصار عندها فوبيا من المتة، ما عاد شربتها، وانه حلفت ما تشرب المتة ليجوا. فأكيد إذا الشخص الممثل ما حس بدوره ما بيأدي بشكل صح وما بيوصل. محمود، انت كيعني رئيس فرقة لامار، كمان مو بس أعمال فنية كنتوا عم تقدموا، كمان في شيء تطوعي أيضا، خبرنا عن مشاركاتكم بعدد فعاليات. تمام، تطوعي كان تبرع لجرحى الجيش مثل ما قلت قبل شوي. كان هاي مبادرة تطوعية. كيف كنتوا تنظموا لها؟ أكيد بيختلف التنظيم لأي عرض مسرحي. أكيد. هلا نحن حسب الزمن. نحن هلا بعيد الجيش، مثل هدية للجيش. بكل مناسبة يعني. أكيد، بيوم الطفل حبينا نهدي ليوم الطفل تبرع بالدم لأطفال تلاسيميا. حتى المصالحات الوطنية اللي بتصير، عملنا مصالحة، صار في مصالحة وطنية بمنطقة الكسوة، عملنا عرض مسرحي، كان شريطة الدخول للعرض المسرحي يتبرع بتياب. حتى بمركز الأمانة السورية اشتغلنا كمان ليوم الطفل للأطفال المهجرين. فكانت هاي الفعاليات كلها تطوعية من باب الواجب. فهذا أكيد شيء نحن ما بننسى بعيدا عن الامور الفنيه، يعني جمع بين الفن وايضا العمل الانساني، انه بطاقه الدخول هو التبرع، هي بحد ذاتها عمل انساني كثير مهم. كيف بتعملوا على هي الفعاليات او على العروض المسرحيه؟ كيف بتحضروا لها وكيف بتنظموا الجدول الزمني تبعكم؟ تمام، هلا نحن عندنا بالفرقه 35 شخص، كل حدا فيهم له شغله الخاص، كل حدا فيهم مختص بهيك امور. في عندنا فريق مختص للأمور التنظيمية للفعاليات بهالفترة الزمنية هاي. نحن عنا فعالية كذا كذا بعيد الأم، عنا فعالية لتبرع أي شيء شو ما كان للأم، مثلا بالعيد الجيش عنا تبرع بالدم، بيوم يوم الطفل عنا تبرع. نحن بدنا نعمل عروض مسرحية، نحن بنروح لعندهم بشكل مجاني وتطوعي، فهذا الفريق هو مسؤول عن هاي الأمور. هلا شو هي نشاطاتكم الجايه ان كان بالامور الفنيه او حتى بالشان التطوعي؟ هلا قدام عندي انا شيء شوي صعب بس خايف منه،
بلش فيه هو لعرض مسرحي لذوي الاحتياجات الخاصة. إن شاء الله هو شيء هي خطوة شوي صعبة بس يعني عم نشتغل عليها شوي شوي، لأنه من حق كمان أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يحسوا إنه هن لسه عايشين. عليا شوي خبرينا عن التمثيل المسرحي، أنت كيف عم تهتمي بهذا الموضوع؟ كيف بلشتي فيه؟ خبرينا عنه. هلا أنا من أول ما تأسست الفرقة أنا فيها تقريبا الفرقة صار لها سنة. هلا أنا طالبة جامعة فعم حاول. شو بتدرسي؟ وفق فلسفة. فعم حاول وفق بين التمثيل والموهبة والدراسة. تماما. هلا هو التمثيل فتو أنا عن موهبة، ومن صغرتي بحب هالشغلة، بحب التمثيل، بحب المسرح، فحاولت وفق قد ما فيني. طبعا الأستاذ محمود بينظم لنا الوقت بين البروفات وبين الدراسة وهيك. كمان كيف عم تسعي إنه تطوري هالموهبة؟ طبعا يعني كل فترة بنعمل كورسات تدريب وتقريبا بنضل فيها. هلأ نحن أول شيء ضلينا 6 شهور عم نعمل تدريب للتدريب تمثيل، بعدين اللي بلشنا أول عرض. وطبعا قبل كل عرض بنضل تقريبا 3 أسابيع عم نعمل بروفات للعرض لنطور حالنا ولنقدر نعمل عرض صح. يعني كيف بيتم التعامل مثل ما ذكرت علي هلا انه اغلبيتهم عندهم اشخاص، الاشخاص عندهم عمل او دراسه، كيف عم تنظموا وقتكم انتم بالفرقه بحيث انه يتناسب مع كل الاشخاص؟ هلا اغلبهم طلاب جامعات كلياتهم، حتى انا طالب جامعه. الجامعه ما منعتنا بنوب من نشتغل شيء، فاذا كان عندهم فحص اكيد راح ناجل العرض المسرحي. فالجامعة هي بالأولويات، تمثيل أخذوها الشباب كهواية. يعني بلشتوا فرقة لامار بعروض مسرحية وأيضا نشاطات تطوعية، لوين حابين توصلوا؟ حابين نوصل نهاية المشوار تبعنا، لنوصل للرسالة، نوصل للعالم الخارجي إن نحن لسه عايشين بعد أزمة دامت 6 سنين، ونحن برأينا الفني إنه ما انتهت الأزمة. أكيد نحن بدنا يعني نقلكم موفقين، وإن شاء الله دايما رسالتكم بتوصل. ومشكورين كمان عليا، وتحيتنا لكل الممثلين ولكل أعضاء فرقة لامار. شكرا لكم وشكرا للتلفزيون الأخبارية. شكرا لكم، ونتمنى لكم كل التوفيق.